السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هزوا الفلا ومرحبا بكم على قناة هشام عبود، صحفي حر كما رددها الشارع الجزائري بنفس الشارع. ردد تبون زور تبون العسكر مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. مافيا اللي مازالت الآن تحرك من وراء الستار، حتى وإن المافيا الحالية ما بقاتش مافيا، هي عبارة عن عصابة عراية، بقات مافيا عسكرية للأسف. للأسف بقات مافيا، على الأقل المافيا عندها ان كود دونور، تعرف معنى الشعر، تعرف العراية ما يعرفوش الشعر، ما يعرفو والو. المهم في لقائنا هذا السهرة عندنا موضوع جد مهم، مع حكاية الإشاعات. جاني كثير من الإخوان بعثوا لي رسائل يقولوا لي سمعنا باللي جنرال توفيق قد توفي، واش صح هذا الخبر؟ بون الأول جاي إذا قلت بون ربنا يرحمه، قلت نقول والدي قاعد أنا باش نكذب الإشاعات، ولكن بداو يكثروا الرسائل، بداو يكثروا الرسائل، دونك هذه شعارة بدات تمشي. الإشاعة هذه ماهي جديدة، نذكر بأنه في شهر جانفي، يعني في 15 جانفي بالتحديد، خرجت إشاعة 15 جانفي 2020، يعني هذا وهذاك الوقت كان في الحبس، اللي راه توفى، اللي راه الجنرال، العائلة ديالو عملوا بالها، لأن ذاك الوقت كان في الحبس، يعني شغل العائلة تاعو، نشوف شغل ضربوا الشتاء للنظام، قال بوم عليها، ما يتهموكمش بلي قتلتوها في السجن. قلنا نورمالمون النظام هو اللي خرج البلاغ، يعني مدير إدارة سجن البليدة أو مديرية القضاء العسكري هي اللي فندت الإشاعة. اليوم رجعت الإشاعة، كيفاش؟ ما خرجتش هكذاك، الإشاعات ما راهيش تخرج هكذاك، خاصة لما تتعلق بشخص راهو يلعب في دور محوري في الانتخابات تاع 7 سبتمبر، تقريبا هو راح يكون كل في يده، الاخرين باقيين غير شادين الريح. التبون مازال له يطامع باش يرضى عليه توفيق وجماعته. توفيق حاكم لهم جماعة المخابرات، المخابرات اليوم اللي راهي على راس، يعني شوف الامن الداخلي، المجرم الامن الخارجي، البحر، امن الجيش، نفس الشيء، عن قدماء السيرفيس اللي كانوا يخدموا عند سيخونا هذا توفيق، يعني نفس الناس اللي مازالهم هما يخدموا عند حاكم جهاز الأمن، جهاز الأمن، وبالتالي ما تقدرش اليوم تجي تفرق ما بيناتهم. تبون تكلح، شنقريحة تكلح، سمعت؟ خلاو الشبكة تاع توفيق تأسست من جديد، رجعت الحياة من جديد، كلاهم بوبي، كلاهم بوبي. اسكو الجماعة هذوما اللي ما قدرش يشدوا في الفاغو تاع توفيق وجماعته
هما يعني مخرجين هذه الدعايه شغل باش يزعزعوا جاهم خبر باش راجل ما خرجش من دار الهاريري ولا زوج. على كل حال لو يتوفى جنرال توفيق ما راحوش غيكون سر وتبقى إشاعة، راح يتم الإعلان عنه بطريقة عادية، بطريقة عادية، لأنه ما كان حتى شيء اللي يخلي العائلة تاعو ولا السلطات ولا كذا باش يخفيوا وفاة هذا الرجل. وعلاش تخفي الوفاة ديالو؟ حكاية مات مات، كل نفس ذائقة الموت. لكن لما تكون فيه شيء يعني الناس ولاو هذا اي حاجه صراعات دنيئه، صراعات دنيئه، لا مدير فريق وطني يخرج لك راه يقول لك راه اقالته في فيدراليه ديريكتور، ما يخرج لك راه اقالته في فيدراليه، لا هذا التوفيق يقول لك راه مات. تقول الناس اللي يخمون، انا شخصيا مانيش باغي توفيق يموت قبل ما يشوف باللي راهو مطالب امام القضاء الدولي، لانه حاليا رانا نخدم ورانا نشتغلوا على تقديم ملف جرائم ضد الانسانيه مع قائمه تاع الناس اللي قاموا بهذه الجرائم، اقترفوا الجرائم منهم توفيق، ناصر الجن، جبار، حسين بولحية، الزرقين، السواحي، هذو راهم بانوا الان، هذا اللي مليح، اليوم ظهروا، دونك ساهل باش يتحكموا. توفيق كبير في العمر يقدر صارلو كيما نزار، ولكن على الاقل يشوف انه التاريخ سجل عليه انه مجرم حرب، مجرم ضد الانسانيه، وولادو يشوفوها. يعيشوا بها كما عايشين بها ولاد نتاعك. وداير وبناء على اعتبار نزار مجرم حرب كما اعترف به القضاء السويسري اللي كان باش يحدد له موعد لمحاكمته، بناء على هذا مادام تم الاعتراف انه نزار مجرم حرب مجرم ضد الانسانيه، لما قدموا القائمة تاع توفيق والجماعة اللي معاه تجي سهلة، تجي سهلة، لأنه نزار ارتكب جرائم ماشي هو كشخص، ارتكب جرائم كمسؤول. الآن شكون اللي ارتكبوا الجرائم؟ من ارتكب الجرائم؟ حتى هو. دونك عندك في القائمة نوردو توفيق، بشير طرطاق، جبار مهنا، ناصر الجن، سيم هذا كامل في الزواهي زرقي، حسين بولحية، يجيبوا صحابهم من بعد، هذوما هاي ما نصبح راعي هاي وليدة، وعلى الأقل نبقاو مطاردينهم، سنطاردهم ولاد الحرام إلى آخر رمق من أنفسنا ومن أنفسنا، بحال ما يدخلوا هاي. دونك ماناش باغيين جنرال توفيق يموت قبل ما يشوف ويسمع هو يعني شخصيا ولاده يشوفوا وقدام ولاده يتبهدل بلي راهم مجرم حرب، راهم تابعينه قضاء امام القضاء الدولي. هذا دونك الإشاعة هذه ما تخدمش صدري، إنما تخدم عصابة أولاد الحرام. إذا في بعضهم خرجوا دعايات، ما عندكم ما تخدموش بعضكم، كلوا بعضكم، أنا قلت لكم كلوا بعضكم، هذا هذا الموضوع يعني الرئيسي تاعنا اليوم اللي يخلينا نتساءلوا عن الصراع بين أجنحة النظام
بضعة أسابيع، ما نقولش بضعة أشهر، بضعة أسابيع قبل اختلاق الحملة الانتخابية للرئاسية وبعد الانتخابات الرئاسية. بل شو يقولوا؟ يقولوا ربي يقوي بشي بعضهم في بعضها، يعني ياكلوا بعضهم. فوالا ندخل الآن إلى مواضيعنا الأخرى، وهذا بعد الجميل.